والله لك بطاطس نعلمك. والله اني قايل لك بطاطس، والله اني قايل لك بطاطس. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم المقطع دثرن او ماب دثرن راح يكون مع دحوم. الجزء الاول راح يكون عنده، فلا تشوف هذا المقطع الا وانت شايف الجزء الاول عند دحوم عشان تفهم ايش سالفه الماب اصلا وليش وصلنا هنا وكيف وصلنا وزي كذا. ثاني شيء، كود الشوب طالع قدامكم على الشاشه. اذا تبغى تدعمني حط الكود في الايتم شوب. طولت عليكم مقدمه اعتذر، لكن بدي اوضح لكم كم شيء واستمتع في المقطع. نزلت تحت انا اخذ السيت. مكان ولا مكان ايش فيه؟ وات؟ وش ذا؟ مع سلاح. عندك سلاح انت؟ لا. انت معي. المفروض انا يكون عندي سلاح. والله اني حاس لازم يكون معي سلاح. يا عندي يا عندك. عندك افتح الغرفة اللي وراك اول ما ترسبن. فتحتها ما في شيء. غريبة. اوه من هنا. ايوه. لك وخربت الماب. سويت انت؟ اتوقع اني خربت الماب. لا تكفى. يب خربت الماب. خلنا اسوي ريستون. عديت دخلت مرحلتك. وات؟ طم الغش والله. سلوم لازم تروح. والله اسوي لك. والله ما يمديني امشي قسم بالله، طريقتين ميت. روح. جبتها دحوم. كفو. ورحت سيدا. ايه. ايش عندك؟ خذيت السيج. وش ذا؟ لا تستهبل. والله خذيت السيج. ارجع. اكتب لك يو هاف تو هيلب يور تيم ميت. لا خليه يخلص طلقاته وروح الجهه الثانيه. عرفت؟ ما يمديني اروح الجهه الثانيه. ما يمديني. ها تدري هذا المكان اقرب؟ الا اذا بتجيب لي زلاجه. في زلاجه على يميني دحين بس ما يمديني ادخلها. الا تضغط حرف الاي تدخل. انا نفس الشيء ترى. ايوه هذه رايت. طيب ما يمديني اركبها حتى. سويته تو بس انه جابني. اصبر. ايوه تدرين عندي صح؟ اصبر. ايوه والله اني داري انك تدرين عندي. وجيب لي هذه. حلو. الله عليك. هذه زلاجه قبل شوي جت عندي. لو جيت كان خربت الماء. الحين انت لازم تدفها لي. ايوه. وات؟ اقول قبل شوي دخلت انا هنا بغيت اخرب الماب. اوه دحوم. اعطيتها جلسه الاستقعاد اللي ماني مكمل تصوير شكلي كذا. اعطيتها الجلسه اللي تربعت. لازم انا اسوي لك نفس ما انت سويت لي. فهمت لو؟ لازم ارجع. اتوقع خمسه باقي لك يا رسول. لا تاخرت مره. تاخرت. اوه الحين كيف امشي؟ روح من هناك. روح من هناك. طيب يموتني. ما يذبحك. امشي بس سيدا. اللي وراك بيذبحك. دز ملك. اي طيب. لا يا غبي. زلاجة راحت عندي يا غبي. سلوم يا. يا نكبة الارض. روح. امشي على الارض بس. امشي على الارض عادي ما راح يصير شيء. شوفوا خلصت. بعدين. مبروك تعال عندي خلاص. بعدين فوق. خلاص اي. فخ. فخ. ايه اوه حتى يموتك. انقز عكس. ها انقز عكس يا سلوم. انقز عكس على ورا. اي اذبحك. انقز على ورا. اوكي بعدين اروح هنا. هلا بالمبنى حق ال. ايش في؟ وشو؟ ما مبنى ال الحين. شفت؟ والله شكله من ورا. يب من ورا. ما يمدي. لا الا اللي هنا. الله ياخذ من نشم. الله علي. الله يشغلك. اوكي معي بونسر انا ولا؟ ايه تاخذ بونسر ترجع. تروح هناك تحطه في مكان الشلت الكيانات. هم حاطين لك الارض اصلا. فهمت على شكل طول. ايز لازم انط. ما ادري حاط لي غرفه دخلت مت. اتوقع بينزلنا الارض. يب اللي تحت قايل لك. لا والله كيف ادخلها طيب؟ اوه ليف وات ذا هاك. اللي تحت نط النطه من قدام. لا تنط في بدايه الباص. انا وصلت هناك اخذت تشيك بوينت. لا تقول لي زي كذا. انزل مالك الا تنزل. يقول لي ليف. طيب كيف انزل؟ يا راعي الماب يا كلب.
يعني كل ذاو تقول الكلب يمين بلا جلطنا من قبل. لا بس هذه حركة وصاخة من جد، هذه من جد وصخة. حاطك فوق تشيك بوينت تروح لا يطلع غلط. ليه؟ أهم شيء خذيت النار. لا يكون لازم آخذ هذه وانزل تحت وحط كم فاير ويصير زي البلوك كذا ينزلني. سويته. كيف كيف كيف؟ أسمع أنت وين أنزل؟ أتوقع إني عرفت. والله لازم أموت وشو ذا؟ كي أصلاً ما يمديني أطلع تدري ما يمديني أطلع لازم أنزل. اثنين كم فاير. الله يأخذ. سلوم تحت الدرج. أوه. اذا حطيت لهذا انا شايف تحت الدرج شايفها دحوم اما والله شايفها يعني ما اقدر انزل تحت الدرج انا اي لازم اشتري كم فاير خذ ثنتين إيه؟ حطهم جنب الزبده بعدين يديك تنزل بس هي اللي على السرير ترى هي اللي تكسر لك لا في فخ ثاني هنا السيج هذا على السيج يب يب وصلته يب يب ما يمديني ادخل افتح باب ساكره طيب الحين اجرب ذولي بس انا قاعد اجرب فيهم والله ايش اسوي ما يمديني امشي مكان ثاني شيت اوكي اوكي دقيقه خلينا نشوف اللي عندك بعدين انزل تحت بس يا دحوم يمين بلا ما بجلطه ايش عندك قدامك خوخ باركار اوكي 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 لازم تعطيني ارجع ورا يلا لا ارجع ورا ارجع ورا مره مره برمي عليك ثلج الو اركض وانقز يلا يلا قدم شوي بس اسوي سوق ما مدهن ينط حتى الله عليك ايزي طيب وين اروح اي لا 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 ام عاد انا قاعد اشوفك لازم في فوق شفت لازم اي تركض اروح فيها مره واحده الله يل والله لك بطاط سنعلمك الله الله والله اني قايل لك بطاطس والله اني قايل لك بطاطس ما دفعوا لي فلوس لو دفعوا لي قلت اسمهم اسمع ارمها وراي هنا على هذه وراي وراي شوف هنا يلا جرب تقدر اصبر ان شاء الله كذا اوكي حلو حلو تبغاك تغير اتجاهك بس ولا ما تبين ريزي يا رجال ايز اوكي لا الحين انا سلوم لا انا دفك يب روح ارقى ارقى فوق ارقى فوق ثلاثة واه انا اعلى منه لازم انقص بدري اي يا شيخ نط بس اوكي الحين لازم تسويها لي الظاهر ولا يب يب اصبر واحد اثنين ثلاثة ايزي ايزي يا شيخ اي يا شيخ والله سبقت لك كويس اني سبقت لك هلا بالثلج كنت بقطك حيوان طيب هلا بالنزلة وين 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 وديني وين وش ايه وين روح يعني صح ايه اروح كله اقصد هذا وش اوه حسد لي شيك بوينت اوكي نفسك هلا والله شو اخبار طيبين موت فجأة شيك بوينت اوكي في شيك بوينت تحت بعد انزل انزل في تحت شيك بوينت انزل لا 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 انزل انزل على الارض في النص إيه؟ هنا ما في شيء ما حسب لي ما حسب لك لا ادخل من الدريشه need to use emotes ادخل من الدريشه انقز من الدريشه يا سلوم وش انقز من الدريشه ادخل من الدريشه اضغط شفت وادخل من الدريشه ما يمديني الدريشه انا دخلت من الدريشه ما يدخلني من الباب حتى انا مسكره حتى ما يمديني المس هذا اللي في النص شوف في طريق فوق اطلع طالع فوق في طريق أصص فوق اصص خلنا نستخدم كوره ايوه طيب صار ما ادري لا طلعت بدال يساوي علامة اللي وقف سلوم شغلت لك شوف جاني ايه دام قايل لك والله اني قايل لك شكلك كورة سلوم امسك جاتك جاتك خلاص بس انقز انت على التمثال ورقة فوق اتوقع انه بيطلع لك بوزن عشان ما يصير برج كلب يا رجال وقف اخلص عجيب اوكي قلت لك ثلج لا مسدس سلاح اطلق على اللي فوق تنزل قصدك ما مديك
وانا ليش معطيني الدانس؟ والله اني حاس شي. انا قاعد اقول ليش معطيني الدانس؟ اطلق عليها، اطلق على السيارة. سيارتي ايوه ايوه الحين مداني اطلق، سبحان الله، ومن اليوم اطلق. انا كسرتها. شوف كنت انا الحين اقدر اخذ الفرد. خذيتها. بدك تاخذ فرد بس ما بدك تاخذ ال ذي بعيدة. خذ ذي ونط نط اقوى. ايوه قربتها. خلاص والله احس انه قاعد ينغش بس عادي. يا رجال اهم شيء نسويها. شوف كم لنا. قرب لي قرب لي اكثر من واحدة. ارمها من تحت. اسمع من تحت، خليك تحتها. لا 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 قدم، خليك تحتها بالضبط وارمي. طيب ارمي على فوق يعني؟ ايه انا قبل سويت زي كذا. لا حاول انك تدخلها، فهمت؟ من تحت. انا اتوقع ترى في جلتش صاير. لا نزلها زياده شوي. لا نزلها بعد. خلاص الطلقات اللي عندي. سلم خلها بالثلج. وقف وقف. وانت ترجع انقز على طول. حاول. انقز. الله عليك. يلا يقرب الجلطة. ارمى هنا. ها مسكر عندي. مسكر. وده سلوم سلوم الزبدة. بس انا شفت مقطع، ثاني مقطع يجيبكم. طبعا حشرنا هنا ما عرفنا والله. ساعتين ساعتين تصير يعني. الماب قاعدين نصور له ساعتين تقريبا. ما عرفنا والله انحشرنا. اوكي وصلنا هناك، باب مقفل ما في اي شيء. بنعطيكم الكود وجربوا انتم، شوفوا وين توصلون له وصوروا عاد. في انستغرام، في تويتر، فيها كل شيء موجود تحت الديسكربشن دحوم وولي. فاللي يوصل بعيد يعطينا الحل عشان ننجلط. اللي عندي هذه خاصة. إيه. اللي عندي هذه خاصة. انا احس ان في مشكلة في الماب. انا احس ان المفروض كان مثلا يصير شيء. ياب ياب. بس في مشكلة في الماب او شيء زي كذا. الزبدة. فبس ان شاء الله وصلت مقطع، اتمنى المقطع يعجبكم. كان معكم عبد الرحمن وسلوم، ومع السلامة. سلام.